رقية بنت محمد نزلت عندكم يا أرض أهل حبشة. جعفر الطيار ابن عم رسول الله نزل عندكم. أبو موسى الأشعري نزل عندكم. هؤلاء جميعا خرجوا من مكة يحملون أرواحهم على أكفهم هاربين بدينهم، لم يستطع أحد من العرب أن يؤويهم. قال لهم النبي: انزلوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نزل إخوانكم إلى أرض الحبشة ولحقتهم العصابة الكافرة تريد أن ترجعهم أذلاء إلى مكة. جاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي وساوموه، ساوموه في دينه وفي معتقده وفي المسيح عليه السلام الذي كان يؤمن به آنذاك. ساوموه في كل شيء من أن يرجعهم أذلاء صاغرين. لكن النجاشية زعيمكم وأبوكم وجدكم لا يقبل الرشوة أبدا، لا يقبل الرشوة أبدا، لا يقبل الرشوة أبدا، ولا يقبل أن ينازع في مبادئه. فقال لهم: يا أهل مكة، والله لو أعطيتموني ملء هذه الأرض ذهبا على أن أسلمكم هذه العصابة المؤمنة، والله ما فعلت. ثم قال لهم: يا جعفر ويا عثمان ويا من جئتم، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا، الحبشة هي أرض سلام، وما ينبغي إلا أن تكون أرض سلام. إثيوبيا مهما حاول أعداؤها أن يزرعوا الفتنة بين المسلمين والمسلمين، وبين المسيحيين والمسيحيين، وبين المسلمين والمسيحيين، فلن يستطيعوا أبدا ولن يكون لهم ذلك. سيدي، سيدي الدكتور أبي أحمد، ألف تحية لك، ألف تحية لك، ألف ألف تحية لك، ألف مليون تحية لك. سيدي، أنت حينما فتحت الباب أمام هؤلاء الجماهير من النساء والرجال، أنت حينما فتحت الباب لأول مرة في تاريخ إثيوبيا، إنما فعلت ذلك سجية وطبيعة منك، وكأنك تتمثل قول جدك النجاشي: عيشوا في الأرض بسلام، عيشوا في الأرض بسلام، عيشوا في الأرض بسلام. إثيوبيا، تعرفون بلد من؟ بلد من؟ بلد بلال الحبشي الذي صعد الكعبة ولم يكن لأحد أن يصعد الكعبة وظهر الكعبة ليؤذن في حضرة الحبيب إلا بلالكم، إلا بلالكم. هل تعلمون يا أهل الحبشة أن لكم واجبا تكبير؟ إن لكم، اسمعوني، لقد كان لكم واجب نحو رسول الله وقد أديتموه،
وسلم وهو كبير وهي كبيرة إذا قدمت إليه قام لها، قام لها أم أيمن، قام لها. أيها السادة، ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ هاجر الصحابة إلى المدينة، فكانت المدينة أرض الهجرة، وكنتم أنتم أرض الهجرتين، أنتم أرض الهجرتين كنتم، ولم يكن هذا لأحد غيركم. أقول لكم شيئا آخر، كان النبي نائما وكانت امرأة حبشية سمراء تقوم المسجد وتنظفه. ماتت هذه المرأة ودفنها الصحابة الكرام دون أن يعلموا النبي. سأل عنها رسول الله أين التي كانت تقوم المسجد، فقالوا ماتت يا رسول الله. وأين هي؟ دفناها يا رسول الله. فقام النبي فزعا وذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبرها، ولم يكن ذلك لأحد أبدا أبدا أبدا. الله أكبر، ولله الحمد. وقد ورد في القرآن الكريم، وقد ورد في القرآن الكريم من لغتكم ما استحسنه العرب، ثم نزل به القرآن، قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين، لكن نزل ببعض ما استحسنه العرب من اللغات الأخرى، منها قول الله عز وجل، من يذكرني؟ يقول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين هي لغتكم، كحصب جهنم. حصب هذا اللفظ هو من لغتكم. إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل، ناشئة هي لغتكم. يؤمنون بالجد، الجد هو من لغتكم. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم.